الصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا نشهدك أننا في قمة السعادة برضوان عنا وبمحبتك إيانا وبمباركتك سلوكنا ونوايانا، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. لازلنا بفضل الله تعالى نتمتع بنفحات إلهية صاعدة من آية الكريم، ونقضع وبالخصوص هنا الآية 88 من سورة النحل. لذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيل تقول المسلمين وانتم كفار تكفر بالنعمة وانت عدكم وانا شكركم، كانوا مسلم ولا نصراني ولا يهودي، ما عندكم حتى علاقة بالله، هو يريد الخير وانتم تنكرون وتصدون عن ناس على مين تتم جاءكم مركب وقحتكم، ما كيف وقاحة، الله يريد الرحمة وانتم تقولوا لا، زيد لكم علينا، زيد ضعبت صوتك علينا، ليش ممني؟ هاي كانك فعل رب اسقط علينا السماء كي زمننا الآن. أنا موقفكم من الله في صباع تصبع لي تلفزة ولا إذاعة ولا حتى الصحافة كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العظيم وكذا كذا. وأنتم تخفيوا منا مخطط جهنمي مسكينة تبدأ وتضعفوا أفكار الناس في ديوان اليوم وكامل الليل. وبعد رب لهم أعود القرآن للتضليل ولا فهم مش كويس ما فيه، حتى إذاعات القرآن تلفزة القنوات تلقى قتل يوفى توفى الصورة أو التغطيل أو التجويد تلقى مدة طويلة ما فهم أحد. اسمعنا ما لا عط أو الواجه ما عندك شي عني، هنا ستعبت بدين الله ويف وقت الناس من جمك أشارت هي لله وهي وضع من خلالها كلام الله وينه ملك الوقت فارغ ما تكلوهاش في تلعب حتى من القرآن تخلي شوص بالدوام لناس تقول الله رغم تخدم أموال بغير مقابل. قال ثم قال أنا مسؤول على قناة فرنية قصتنا مسؤول على البرنامج اللي القرآن، ولكن بعد يجي يشوفوا اللي قالوا غيابكم عن المشروع اللي هو في ظاهره لله وحقيقة للكسب أو اللي شهر الدولة الدنيا تعتني بالقرآن. تقول الله يا ناس رب قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، نفر الناس يكون ماشي في قناة مربوط بالله عن طريق كتاب الله يجي تقصه، ترى حتى في الأخلاقيات العلاج غير مباح مستقرة أن تقص على الإنسان تمتع بكشف سبل السلام والتمتع بالاطمئنان ثم تصدم فيه بالحرمان، يعني فين كي سوا دو لابسونس دو كورون، هذا صد عن سبيل الله، والله قصدت ولا قصدتوش هذا هو صد. اذا انا اذا كان ناخذ هذا التحليل هذا يعني هو باش ننبه للناس ما هوش قاعدين يخدموا الله الا من رحم ربهم وهنيئا لهم وربي يبارك لهم بمياد الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا، او قال ربي او انت عملت حتى ربي عبد الله زدناهم عذابا فوق عذاب فوق العذاب بما كانوا يفسدون، عذابا مش معرف الا عند ربي. وبقى فوق العذاب اللي هو عرف به ربي في القران في حديث القدسي حديث ابو الشريفه وعلى لسان الابي عليه السلام مبشر وينظر وهم لا يضيئون الطريق، لكن اغلب الناس يقولون انهم من اهل النور كما باريس عاصمه الانوار وهي عاصمه القطاع الاخلاقي والعياذ بالله. السلام على المجتمع الهدى.